الهوى. يبقى انت هنا بقى يجي القرآن بيتكلم عنك. ايوه بيتكلم عنك انت بالنص. قال الله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. لكن أنا عايز أجيب الآيات من الأول بتاع سورة النور. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أنت دلوقتي بتقول لي، بقول لك أنت مسلم، تقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. قول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. هي دي آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. لما أدعوك إلى حكم الله، حكم الله في زوجتك، حكم الله في بنتك، حكم الله في نفسك، حكم الله فيك، ما احنا هنيجي نقول أنت كزوج لما زوج رجل بيسأل هل يجوز إن أنا أجبر ابنتي على الحجاب؟ قال له إيه؟ بل يجب. بيقولوا يجوز ان انا اجبر ابنتي على الحجاب؟ قال له ايه؟ يجب. يجب انك تجبر، يجب. هي دي الحقيقة البرة، يجب ان تلزم ابنتك وزوجتك لمسؤوليتك امام الله سبحانه وتعالى. نجي المثال فيك في حكم الله عز وجل. مثلا في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في المسجد خلف الإمام، ونلاقي في كتب الفقه الخلاف الطويل العريض. الخلاف ده بناء على إيه؟ على تأمل الفقهاء للنصوص، لنصوص الكتاب والسنة. طب إذا أنا جبت لك نص صريح وواضح زي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أخرج مع آخرين معنا حزم من حطب نحرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم، وتجري انت وتقول لي الشيخ فلان قال وحكم صلاة الجماعة في المذهب الفلاني قال. ده انا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان لما قال له الصحابي انا رجل اعمى ولي ها قائد لا يلائمني، مش هلاقيه دايما يوصلني، وبيني وبين المسجد أودية، قال هل تسمع الأذان؟ قال نعم. قال إذن فلبي لا أجد لك رخصة. هتعمل إيه في النصوص دي؟ وتفر منها إزاي؟ وتأولها كيف؟ الهوى. يبقى انت هنا بقى يجي القرآن بيتكلم عنك. ايوه بيتكلم عنك انت بالنص. قال الله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله
بل أولئك هم الظالمون. هي دي، إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذنبين. كمل الآيات. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. كمل كمل لسه.